بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. مرحبا بكم في برنامج الدين والحياة. عن أبي داود عن عائشة رضي الله عنهما أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيت. فقالت: فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أن يخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال هاء مقرأ كتابيه حتى يعلم أن أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط وعند وضع بين ظهري جهنم. المقصود بتطاير الكتب وهو تطاير صحائف الأعمال وانتشارها وتوزيعها في يوم القيامة ليصل كل كتاب إلى صاحبه. يقول الحق سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن الله سبحانه وتعالى يحاسب عباده يوم القيامة، ثم يخرج لكل واحد منهم صحيفة يرسلها إلى صاحبها، وهي تطير نحوه حتى يستلم هذه الصحيفة. إن مشهد يوم القيامة مشهد فريد من نوعه، وفيه توزع الكتب التي كتبت فيها أعمال صغيرها وكبيرها، فيستلم كل إنسان كتابه إما بيمينه وإما بيساره حسب نوع أعماله وحسب الجزاء الذي حدده الله له. ذلك لأن السعيد يتلقى كتابه بيمينه فيكون علامة فوزه بالجنة، وأما الشقي فيتلقى كتابه من وراء ظهره فيكون علامة شقائه. ثم إن هذا الكتاب سيكون ملازما للإنسان بصورة دائمة، ويكون له بمثابة الهوية الشخصية فلا يفارقه. يقول الحق سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. عندما يتلقى الإنسان صحيفة أعماله يجد صاحبها بأن أعماله كلها من خير وشر مثبتة فيها بدقة عالية، حيث لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، فيقف الإنسان مدهوشا أمام هذه الصحيفة العجيبة أو هذه الصحيفة التي يعبر عنها بالكتاب، لأن كل أعمال الإنسان مكتوبة فيها، وكذلك التواب والعقاب مكتوب فيها أيضا. هذه الكتب وهذه الصفائح تخرج تحت عرش الرحمن وتتطاير في السماء، وكل إنسان يأخذ كتابه إما بيمينه وإما بشماله وإما من وراء ظهره. هذا الإنسان أو هذا العبد الذي يأخذ كتابه بيمينه يقول: هاء مقرأ كتابيه، هاء مقرأ كتابيه. هذه هي الحقيقة، وهذه هي النتيجة التي كان يبحث عنها هذا العبد. وينادي الحق سبحانه وتعالى: ينادي عليك فلان بن فلان. ثم تقف أمام الخلاق، أمام خالق السماوات والأرض، ويقول لك: عبدي اقرأ كتابه. ويبدأ العبد يقرأ كتابه، ثم يقرأ كتابه منذ أن بلغ سن الرشد. حينئذ يجد الحسنات ويجد السيئات، وكلما مر على سيئة أو قرأ سيئة خاف من الحق سبحانه وتعالى. يقرأ الحسنات والسيئات، ثم يقول الله عز وجل: عبدي أعد القراءة، حتى يظن أن هذا العبد أنه هالك، ثم يعيد القراءة، فإذا به يجد كل سيئاته قد بدلت إلى حسنات. هذا العبد رحمه الله، ثم يعطيه الكتاب باليمين، ثم يخرج أمام العباد ويقول: هاء مقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. نعم، هذا هو الفوز العظيم. أما العبد الشقي حينما يستلم كتابه وراء بشماله أو يستلمه وراء ظهره، يعلم علم اليقين بأن مصيره هو جهنم والعياذ بالله.
لكن هذا المؤمن يستلم كتابه بيمينه وهذا الآخر يستلم كتابه بشماله، لأن سيئاته أكثر من حسناته. لكن لماذا هذا يستلم كتابه وراء ظهره؟ لأنه كان يسمع كلام الله سبحانه وتعالى ثم يربي بها وراء ظهره، كذلك يأخذ كتابه وراء ظهره سائلا الحق سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء أصحاب اليمين الذين يأخذون كتابهم باليمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.